مشكلة بتظهر مع كتير من الصناعية وهي تفويش الدهان. ايه سبب تفويش الدهان وازاي نعالجه؟ هنشوف مع بعض ودي النتيجة. سبب تفويش الدهان وظهور حبيبات بعد الدهان بارزة بالشكل ده بيكون ان البوية اللي تحت ضعيفة. في الحالة دي انا بستعمل صنفرة 600 او 800 ناعمة بحيث اني اشيل الطبقة التفويش دي اللي فوشت بالطريقة دي. اصنفر صنفرة على خفيف لحد ما اجيب قصف الخشب المنطقة اللي فيها تفويش بصنفرها كويس بحيث ان انا اجيب اصل الدهان اللي تحت خالص. بعد ما بصنفر الصنفرة والمكان اللي فيه التفويش بيظهر معايا الدهان زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الجزء ده بيكون ضعيف مش مستحمل لان التنر الحراري هو اللي خلى البوهية ما سبتتش. في نفس الوقت تأسيسك اهم بالنسبة بالذات لو خشب قديم يعني بتعيد دهانه. في الحالة دي انت لازم تصنفر صنفرة 600 زي اللي حضرتك شايفها كده. طبعا هنا انا صنفرت بمية وبريل. لازم لماسة تحط علبة فيها شوية مية وليكن مثلا نص لتر وشوية بريل بسيطة. هسيب لك طبعا في سكريبشن في صندوق الوصف الفيديو تشوف فيه طريقة عزل السليلوز. هنا دلوقتي بعد ما شد ونشف ابتدي ادي السيلر طبقة السيلر. طبعا بسيبها لما تجف وبعدين بصنفر السيلر. طبعا السيلر بتاعي لازم يكون سيلر مركز علشان يثبت ويمسك كويس في الخشب. طبعا وش واتنين وتلاتة لحد ما تحس ان انت اديت بطانة كويسة. بعدين اكنك شغال من جديد بتدي فيلر طبعا اصفر. تحس ان ايه بعد صنفرت السيلر بتحس ان هي غيرت شوية معاك. طبعا انت بتدي المنطقة كامل المنطقة لان انت لما بتيجي تأسس هنا نبدأ نرش اللون بتاعنا اللي هو الشامبين بلس اللي احنا رشينا بيه الذهب ملوكي فاتح. طبعا بترش على خفيف المناطق اللي هي احنا صنفرناها وعزلناها بالسيلر. ترش على خفيف مرة تسيبها تشد وبعدين بترجع تاني تد وش واتنين وتلاتة لحد ما بتغطي تغطية كاملة للون. وبيختفي طبعا التفويش بإذن الله. هنشوف النتيجة مع بعض. لو عجبتك الطريقة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وشيره على أوسع نطاق عشان غيرك يستفاد. متنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله ادي كده اللون ثابت اهو. هنسيبه بقى يشد وبعدين هندي المجموعة بتاعتنا مجموعة الورنيش. شد طبعا وبنرجع تاني ندي الوش كمان لحد ما تحصل تغطية كاملة زي ما حضرتك شايف. نسحب المنطقة كاملة لحد ما يختفي لون الدهان الأساسي. طبعا الشغل اللي هنا مستعجل عليه فعشان كده لازم تأسيس الشغل أهم من الشغل أكيد طبعا. والزبون لما بيبقى مديك وقت كافي تقدر تأسس شغلك كويس ويطلع النتيجة ممتازة. زي ما حضراتكم شايفين طبعا دي يعني الى حد ما
النتيجة زي ما حضراتكم شايفين. أتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.